يا صباح الهنا، النهاردة وجبتنا وجبة مختلفة. دايماً بنحب في رمضان يبقى على سفرتنا في طبق فول. النهاردة طبق الفول مختلف شوية، هنعمله لايق بشهر رمضان وهتبقى فتة فول. هبتدي هحط زيت في الطاسة وهحمر العيش الشامي اللبناني اللي مقطعاه مربعات زي ما انتوا شايفين كده، بتقطع مربعات قد بعض وبروح محمراه لغاية ما يبقى مقرمش ولونه ذهبي، واروح رفعه بعد كده من على النار. اهو بدأ يبقى لونه ذهبي خلاص، هبتدي ارفعه قبل ما يتحرق بقى من على النار، عشان ده بيبقى البيس او اللي بيتحط من تحت في البايركس لفتة الفول بتاعتنا. بس هطلعه على ورق مناديل كده عشان يتصفى شوية، وبعد كده هحطه في البايركس. هجهز شوية زيت في طاسة تانيين او في حلة عشان اعمل الخلطة بتاعت الفول. بحط البصل متقطع حتت صغيرة، ومعاه فلفل الوان، كل الالوان اصفر واحمر واخضر، متقطع حتت صغيرة جدا زي ما احنا شايفين الحجم بتاع تقطيعه. وبعدين طماطم متقطعة صغير، هقلب الكل كويس لغاية ما يتمزج كله مع بعض. وهروح بدأ احط الفول. الفول يا الا بنجيبه من عند بتاع الفول عادي جدا، اي حد بتاع فول، يا الا بتبقي مدمساه في البيت، يا الا فول معلبات للستات اللي ما بتلحقش، اي نوع فول. وهقلبه مع الخلطه اللي انا عاملاها، وابتدي احط توابلي ملح وفلفل وكمون. ملح وفلفل زي ما متعودين بحسب الرغبه، والكمون هحط حوالي معلقه صغيره كمون. هنا انتوا بتشوفوني بحط معلقتين، بس المعلقه اللي معايا صغيره جدا، فعشان كده بقول لكم معلقه صغيره عاديه اللي هي معلقه الشاي. وبقلب الفول كويس قوي عشان البهارات اللي هي الملح والفلفل والكمون يتقلبوا فيه. وهبتدي احط الفول فوق العيش اللي احنا كنا حمرناه من شويه. هبتدي اغرف واوزع الفول فوق العيش. خلاص رصيت الفول، هبتدي احط خلطة الزبادي مع الطحينة. هو عبارة عن شوية زبادي عليهم معلقة طحينة تقريبا، كوباية زبادي او كوبايتين زبادي على حسب حجم البايركس بتاعنا، وعليهم معلقة طحينة مليانة وشوية ثوم، وبقلبهم مع بعض وبروح رصاهم فوق الفول بسرعة قبل ما الفول يبرد. رصينا حطينا صوص الزبادي على الفتة. بجيب الحمص المسلوق اوريدي، بيبقى يا علب يا الا انت برضو سلقاه في البيت، ولو سلقاه في البيت يبقى من قبلها بيوم لانه بياخد وقت. وبحط عليه شوية زيت زيتون وشوية ثوم وبقلبهم، يعني ربع معلقة ثوم صغيرة، وبروح رصاه فوق بزيته، يعني بحب ان الزيت يبقى باين زي ما انتوا شايفين كده في طبق. وبروح حاطه شويه بقدونس على الوش يدوا شكل حلو للطبق وانتي غرفان. وده متهيألي طبق محتاجينه في رمضان يوميا على السفره بتاعتنا كالمعتاد، ان احنا بنحب دايما فيه طبق فول على السفره.